مركز اخوان الشكلاء مع وامري سعيدون. والاهداف المباراه لاتحاد الجزائر السيد جمال حمودي حكم هذه المباراه التي ستندلق بعد لحظات من الان. إيشيالي بشيران الحكمين المساعدين لجمال حمودي هزيج وانصار اتحاد الجزائر فوق المدرجات. الوفاق مكلوش الخطير والسريع، مكلوش يحاول، ليس هناك وضعية تسلل الذهاب، مرتد يحاول الذهاب، خروج شمسي والكرة في مرمى الحارس، شمسي والوفاق وأول أهداف المباراة لاتحاد الجزائر عن طريق اللاعب تهام نور الدين يتمكن. حشود يحاول، حشود هاي الحشود يحاول ان يوزع، يقدم كرة خطأ، تعديل النتيجة من جانب الوفاق. حماني يستغل الخطأ الكبير في دفاع الاتحاد بين المدافع والحارس، كان قريبا جدا واستغل الموقف والخطأ. يكون في المرحلة الثانية للوفاق. حشود ملعوب إلى الهدف براسية خلفية صعبة على الحارس عبد توني مروان. هي من حشود بقوة كبيرة وراسية خلفية في مرمى الحارس عبد توني مروان.